أكدت دراسة جديدة أن التمارين الرياضية أدت لزيادة كمية البروتين المسؤول عن تقوية الاتصال بين خلايا الدماغ، وقد يكون هذا عاملا رئيسيا في منع الخرف. هذه الدراسة تكشف أنه تم العثور على التأثير الوقائي في كبار السن الناشطين الذين يمارسون التمارين الرياضية، فقد يكونون أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر والاضطرابات المعرفية الأخرى في الدماغ. كما وبين خبراء علم الأعصاب أن كل تفكيرنا وذاكرتنا يحدث نتيجة للاتصالات المشبكية في الجهاز العصبي. وقد كشفت الدراسات السابقة أن النشاط البدني والتمارين الرياضية تقلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 30% إلى 80%، لكننا لا نعرف حتى الآن كيف يمكن أن يحدث هذا على المستوى البيولوجي لدى البشر. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها وصف الوظيفة المشبكية في البشر، حيث وجد الباحثون أنها مسار يمكن من خلاله للنشاط البدني أن يحسن صحة الدماغ، خاصة وأن الدراسة يمكن أن تظهر ارتباطاً فقط وليس بالضرورة أن توضح السبب والنتيجة. ويعتقد بعض الباحثين أن هذه النتائج بدأت بدعم ديناميكيات الدماغ استجابة لأفعالنا، ولديها القدرة على ترجمة الاستجابات الصحية لوظائف المخ المتقدمة في السن إلى وظائف أقدم. وينقل الدماغ الذي يعمل بشكل جيد بسلاسة الإشارات الكهربائية من الخلايا العصبية إلى الخلايا العصبية الأخرى وخلايا الجسم الأخرى عبر المشابك، ويجب على الدماغ أن يغير بشكل مستمر البروتينات المستنفذة في تلك التزامنات، وضرورة ضمان توازنها وتنظيمها بشكل صحيح. وتحتوي المشابك العصبية على العديد من البروتينات التي تسهل جوانب مختلفة من الاتصال من خلية إلى أخرى، ولكن تعمل نقاط الاشتباك العصبي على النحو الأمثل، يجب أن تكون هذه البروتينات متوازنة مع بعضها البعض. فكلما زاد النشاط البدني زادت مستويات البروتين المشبكي في أنسجة المخ وصحة الدماغ، ولكن يجب أن تكون التمارين الرياضية بشكل غير مفرط ومناسب لطبيعة الجسم. ويمكن أن تضيف الحركة والتمارين الرياضية لنظام حياتك اليومي، لذا انهض وتحرك 3 مرات في الساعة خلال ساعات العمل، وأضف 10 دقائق أخرى من المشي أو صعود السلم قبل أو بعد العمل، وستحصل على 34 دقيقة يومياً أو 170 دقيقة لمدة أسبوع عمل لمدة 5 أيام.